هزلت سورة الكافرون في رهط من قريش، فقالوا يا محمد هلم فاتبع ديننا ونتبع دينك، تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، فإن كان الذي جئت به خيرا مما بأيدينا كنا قد شاركناك فيه وأخذنا بحظنا منه، وإن كان الذي بأيدينا خيرا مما في يدك كنت قد شاركتنا في أمرنا وأخذت بحظك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذ الله أن أشرك به غيره. فأنزل الله تعالى قوله قل يا أيها الكافرون.